السلام عليكم. قبل أن يسلم مهامه لخلفه البريطاني مارتن جريفيث مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن، قدم إسماعيل ولد الشيخ أحمد مكاشفة خجولة في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن. الإفادة الوداعية تأتي بعد تقرير الخبراء، حاول ولد الشيخ من خلالها تحميل جميع الأطراف المسؤولية لما آلت إليه الأمور في اليمن باعتبارهم أطراف حرب، ولم يوصف أن هناك انقلاب وشرعية تخوض معركة استعادة الدولة، مؤكداً أن حلول السلام لا تزال حاضرة وما ينقصها إلا رغبة والتزام الأطراف بتقديمها، رامياً بكرة المحاولة في ملعب خلفه. غير أن ولد الشيخ اتهم الانقلابيين بالتنصل من التوقيع على اتفاقيات الحلول في اللحظات الأخيرة وحملهم فشل جهود السلام، إذ قال أن الحوثيين ليسوا مستعدين في هذه المرحلة لتقديم التنازلات في الشق الأمني أو حتى الدخول في تفاصيل خطة أمنية جامعة، ما شكل معضلة أساسية للتوصل إلى حل توافقي. غير أن ملاحظات كثيرة وجهت لولد الشيخ في إحاطته الأخيرة، فالرجل تحدث كثيرا عن نجاحات لم يلمس اليمنيون أثرها، وترك اليمن ملفات مفتوحة وبلدا غارقا بالفوضى كما دخلها وربما أسوأ، ولم يكن دقيقا بتوصيف الأزمة كما فشل بكسب ثقة أي من الأطراف. يقول متابعون إن ولد الشيخ حاول حتى اللحظة الأخيرة عدم إثارة غضب أي طرف وضحى بالمقابل كما يقولون بمستقبل اليمنيين ومصير الناس. حول الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي المنتهي ولايته في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. للنقاش في هذه الحلقة سيكون معي أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء دكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير، حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. أعلن اليوم ولأول مرة أنه تم وضع مقترح كامل وشامل، لكن الحوثيين رفضوا في الدقائق الأخيرة التوقيع عليه. بهذه الكلمات نقل ولد الشيخ شهادة أممية في الوقت الضائع حول إفشال الحوثي جهود السلام. ليست اللحظة الأولى التي يشهد العالم فيها رفض ميليشيا الحوثي إهدار فرص الحلول السياسية في بلد معذب وفقير كاليمن، لكن شهادة ولد الشيخ تأتي في سياق جملة تأكيدات كانت فيها الميليشيا السبب الرئيس لإهدار فرص تعافي البلاد. الإحاطة التي قدمها ولد الشيخ والتي لم تخلو من نبرات وداعية جاءت بعد تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الذي حمل الكثير من المكاشفات. ويرجح مراقبون أن التحركات الأخيرة في المجلس جاءت بناء على معطيات ذلك التقرير وموجهاته العامة. بحسب متابعين يؤخذ على الإحاطة الأخيرة للمبعوث أنها حملت جميع الأطراف المسؤولية باعتبارهم أطراف حرب، ولم يوصف الأمر انقلابا وشرعية تخوض معركة استعادة الدولة تحت لافتة القرار 2216 الذي وضع النقاط على الحروف في المسألة اليمنية. هي الإحاطة الأخيرة إذن للمبعوث الذي تنقل في دول كثيرة وجهات أكثر، وتعرض موكبه لإطلاق النار من قبل ميليشيا الحوثي في صنعاء، وقاد جولة محادثات سياسية في دولة الكويت جلس خلالها الفرقاء على طاولة واحدة وخاضوا جولات متعددة خرجت بلا مخرجات. لم يخلو حديث المبعوث الأممي الثاني من النجاحات مثل سلفه السابق بن عمر، لكنه رحل وترك الملفات مفتوحة واليمنيين في محنة شتات الخارج وفتات الداخل، ولا يزال اليمن كما دخله إسماعيل أول مرة وأكثر معاناة. تعاقب على الشأن اليمني أكثر من مبعوث أممي. المبعوث الأول جمال بن عمر كادت العملية السياسية في عهده أن تعبر لولا الانقلاب، توقفت العملية السياسية وتوقف ثم غادر، فيما المبعوث الثاني أشرف على المحادثات السياسية وغادر. وينتظر اليمن المبعوث الأممي الثالث، فهل يأتي بما لم يأتي به الأوائل أم أنه سيسلم الراية لمبعوث رابع في أزمة طال أمدها؟ أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد ترحيب ضيفي هنا دكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك مجددا دكتور. أهلا وسهلا. إذن ولد الشيخ من أبريل 2015 إلى فبراير 2018، أين صاب وأين لم يصب دكتور؟ طبعا من يعني ليس بالسهولة أن نتحدث عن الإصابة تقييم المرحلة. هناك معطيات دولية وهناك أيضا استراتيجيات دولية لترتيب الوضع اليمني. هو يبدو لي أنه كان يسير في الاستراتيجيات المرسومة لترتيب الوضع اليمني ولا يستند للمرجعيات الدولية في ترتيب الوضع اليمني، ولذلك يعني سنلاحظ أن هناك فجوة كبيرة بين الخطاب في المرجعيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالتسوية وترتيب البيت اليمني وبين
مسارات خطواته في اتجاه التسوية. ولهذا ستلاحظ أن أنا قلت يعني أن هناك فجوة بين مرجعية الأمم المتحدة، المبادرة الخليجية، قرارات مجلس الأمن، كل هذه التفاصيل، وهناك خطوات بعيدة كل البعد عن هذه المرجعيات. ويتحدث دائما، يسيطر على خطابه الحديث عن الأزمة الإنسانية ومفردة النزاع. تلاحظ أنه دائما خلال 3 سنوات يتحرك داخل مفردتين: تفاقم النزاع، أطراف النزاع، الأزمة الإنسانية. وحتى الآن في الإحاطة الأخيرة انطلق من تفاقم النزاع، تفاقم الأزمة الإنسانية، يتحرك في هذين المفردتين، ومنها ينطلق في الضغط على المجتمع الدولي للذهاب نحو رؤية واضحة. لكن أليست هذه المشكلة الأكثر بروزاً الآن حتى يناقشها في نهاية المطاف المبعوث الأممي، وإن لم تكن يعني الأكثر أصالة والأكثر عمقاً؟ هذا الظاهر عندما يتم الحديث. تلاحظ لو عدنا إلى كل تحركات ولد الشيخ، دائما تسبق تحركاته في جولات المشاورات تصريحات عن الكوليرا، تصريحات عن انتشار المرض، تصريحات عن تدهور الأحوال المعيشية، هذا طبيعي وموجود. لكن أين من الأزمة الموضوع؟ أنا ليس الأزمة الإنسانية جزء نتاج لممارسة في الحقل السياسي والإنساني والاجتماعي من قبل جماعات. وبالتالي عندما يتحدث عن أطراف نزاع، وهو يتحدث الآن أن هناك، ما زال يتحدث حتى آخر إحاطة، قال أن هناك في بيل وضع الإطار العام، ثم في الكويت وضعوا الإجراءات العملية لترجمة القرار 2216، وبالتالي تحرك على هذا الضوء. وفي الأخير أيضا يوصي المبعوث الجديد ب يعني أخذ هذا الملف والانطلاق منه. ما الذي ما هي هذه الإشكال؟ هو ينطلق يعني لماذا فشل في 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 طروحاته؟ لأن هناك ضغوط دولية لقبول الحوثيين طرف من أطراف النزاع. لكن هو قال إنه عندما تم وضع مقترح كامل وشامل للحل بالتشاور مع كافة الفرقاء، الحوثيون رفضوا في الدقائق الأخيرة التوقيع عليه. طبعاً. أو لم يكونوا مستعدين في هذه المرحلة لتقديم تنازلات في الشق الأمني. طيب، ممتاز السؤال. هناك في 3 سنوات من تصريحه هذا أنهم رفضوا، وهناك 3 سنوات من مشاورات مكوكية هدفها كسب الوقت وفرض سيطرة الحوثيين على الواقع، إيجاد فاعلين جدد، وهناك أيضا عامل آخر، استراتيجية دول التحالف وهي الدول الراعية. يعني أنت خلال 3 سنوات تدخل في مشاورات مكوكية تنطلق من توصيف للفاعلين، توصيف لا يستند إلى المرجعيات، أطراف نزاع. تمام، أطراف نزاع. طيب، الطرف النزاع اللي أنت قبلته في التسوية وهو ارتكب الانقلاب، ينبغي أن تمارس عليها ضغوط على هذا الطرف، لأنه ارتكب أخطاء. اليمنيين يمكن أن يتنازلوا عن يعني عن هذا الفعل الذي قاد أخرج البلد من المسار الانتقال الديمقراطي والتسوية إلى مسار آخر، أخرجنا لكن دون التنازل أيضا عن آلية معتمدة في الأمم المتحدة تسمى عدالة انتقالية وتحمل مسؤولية. لذلك خلال 3 سنوات في بيل، عندما وضع الإطار العام في بيل ثم انتقل إلى الكويت، ما هي مشروعه في بيل؟ استفادوا الحوثيين عندما ماذا فعلوا؟ قاموا استفادوا من البنود المطروحة بالانسحاب من المدن، بتسليم السلاح، وقاموا بتعديلات. يصبح الحديث عن الانسحاب من صنعاء إلى أين ننسحب؟ لمن نسلم السلاح؟ مش كان هذه محق؟ لمن نسلم السلاح؟ حديث عن طرف ثالث وما شابه، عن طرف ثالث وهذا الحديث. ثم هذه خلال هذه الفترة التي كان هو يقود هذه العملية المكوكية، كان لدينا عنصرين رئيسيين. كان هناك الحوثيين يعملون بدقة، وهنا أركز، دعنا نتحدث عن الإحاطة ونتحدث عن كيف تغير الحقل السياسي اليمني ومواقع الفاعلين السياسيين وفي الحقل خلال فترة خلال 3 سنوات. هناك الحوثيين
يدخلوا في مفاوضات خلال المفاوضات أو قبول المفاوضات هم يجددون الاعتراف المجتمع الدولي بهم، يستفيدون من هذا الانخراط في العملية السياسية ليتم الاعتراف بهم كطرف ليس انقلابي ولكن طرف سياسي يسعى إلى السلام، وإنما يتحاور حول تفاصيل كيفية إجراء التسوية. وهذا وخلال هذه الفترة هناك استراتيجية تقوم على الاستيلاء على المال العام، تكوين كيان موازي في الدولة، صهر قوات الرئيس السابق صالح في عقائديا ومذهبيا من خلال الدورات، وتحت ضغط المرتبات والتبعية في قيادات كيف تتبع الحوثيين، شراء الأراضي في حول صنعاء وخلق طبقة اقتصادية، تأسيس شركات، كل هذا، السيطرة على الفضاء الأكاديمي، الفضاء الإعلامي، كل هذه العمليات الواقعية. وأنت عندما تتفاوض مع الأطراف وقواته في الميدان. إذن خلال هذه الفترة وماذا كان المشروع؟ المشروع كان ماذا؟ كان المشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية، نقل السلطة من السلطة الشرعية، هذا كان في الكويت صح؟ ثم الاتفاق على الدخول في مفاوضات سياسية وترتيب أولوية الأمن، كيف نسلم السلاح من آلية مراقبة دولية وإقليمية، وكان الخلاف هل يعني إذا نفذ هل الشق السياسي أول أم الشق الأمني؟ الشق الأمني، وكانت هذه من الحوثيين مجرد مناورات لكسب الوقت، وكانت هناك ضعف من السلطة التي أذكر المشاهدين أنا عندما تم التخطيط لنقل السلطة إلى بحاح وكان هذا مقبولا لدى الحوثيين، أي أنهم سيكونوا طرف أصيل مع الرئيس السابق قبل إزاحته من الحقل السياسي، كان الرئيس استبق هذه العملية بتعيين اللواء علي محسن الأحمر نائب لرئيس الجمهورية، وهذا غير قواعد اللعب. ولكن السلطة الشرعية عملت فعل واحد ولم تتبعه ب هذا كان فعل أم ردة فعل؟ لا كان ردة فعل، لكن بالأخير فعل مؤثر، ليس ردة فعل، كان فعل استراتيجي، ليس يعني فعل ردة فعل ليس آنية، كان فعل وردة فعل بعيد المدى، أي أنه غير كل الاستراتيجيات التي طريقة اللعبة يعني قلبها راسا على عقب، لأنه نقل السلطة إلى اللواء علي محسن يعني هناك هذا غير مقبول لدى حليفي الانقلاب على رأسهم. أيوة. إذن خلال هذه الفترة لو 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 لو, لو رجعنا إلى 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 أطروحاته، كان هناك دول التحالف تعمل على إضعاف أهم طرف السلطة الشرعية. السلطة الشرعية، بالتالي يعني كل هذه الإضعاف السلطة الشرعية وإخراجها خارج الجغرافيا وتأسيس فاعل جديد، وتلاحظ في 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 الكويت يقول لك الحوار حيتم بين الأطراف السياسية الشباب والنساء وأطراف النزاع لهم ثلاثية، يعني إنه ما زال سيدخلنا في حوار كما حوار موفنبيك. إذن هذا الحديث عن الجماعات في الجنوب كان يعني أنه لا علاقة لمخرجات الحوار الوطني، يعني إنه أصبحت إنه سندخل في حوار جديد وفي ينسف هذه المرجعية التي ينسف هذه المرجعية ولكن عنها. بغير إعلان. إذن دول التحالف العربي عملت على إيجاد فاعل جديد في الحقل السياسي اليمني، هذا الفاعل هو سمى بالمجلس السياسي الجنوبي، تم التأثيث له، تم إضعاف السلطة الشرعية. إذن لماذا؟ يعني هناك أيضا كان تواطؤ من دول التحالف العربي مع المخطط الدولي الذي يريد توطين الحوثيين كطرف سياسي، ودعني بس أكمل الفكرة هنا، توطينهم كطرف أساسي، إيجاد فاعل آخر. الحوثيين كانوا يدركون ذلك، لا يريدون توطين الحوثيين بشراكة مع حليفهم صالح، كانوا يريدون السيطرة ويكون الطرف الأوحد، لأنهم يدركون أنه إذا ما تم تقوية الفاعل السياسي في المناطق الجنوبية فأنه سيكون هناك فاعل وحيد في صنعاء وفي مناطق ما يسمى الشمالية، وبالتالي نحن نتحدث عن فاعلين جدد وعن سلطة شرعية الآن أصبحت مهمتها نقل السلطة إلى مجلس انتقالي. يعني كان بالإمكان إذا كان هناك يعني لم يوجد تواطؤ، أقول تواطؤ وليس تواطؤ، فعل قصدي لتغيير مخرجات الحوار الوطني ولإيجاد تسوية جديدة، كان بالإمكان تقوية السلطة الشرعية، توحيد الجيش اليمني،
توحيد المؤسسة الأمنية، عودة الحكومة وإدارتها للحياة اليومية، وبالتالي هو يتحدث أن هنالك دعم مليارات من دول التحالف. ما فائدة المليارات وأنت لا يوجد جهاز حكومي يقوم بالعملية التنموية؟ إذن خلال الثلاث سنوات هذه الممتدة الحوثيين سيطروا على المجال، هناك طرف خليجي أوجد فاعل آخر وأضعف السلطة الشرعية، بالتالي الضربات كانت تأتي من أشقائنا من التحالف العربي الذي يعني غرس خنجره في ظهرنا العاري الذي كنا نعتمد على هذا الأشقاء في حمل، لأنه إحنا واثقين إنه ظهرنا محمي، ولكن عندما تتعرض إلى هذه الطعنة من الخلف من الأشقاء بأنه هدد سيادتك وأوجد فاعلا آخر مع توجه دولي غير حازم مع الحوثيين. طيب دعني أقف عند هذه النقطة دكتور، ولينضم معنا في النقاش مستشار وزارة الإعلام دكتور فيصل العواضي الذي ينضم لنا من الرياض. أهلا بك دكتور. مرحبا بك وبالإخوة المستمعين الكرام، حياكم الله. إذن دكتور، ما يقارب من ثلاثة أعوام لإسماعيل ولد الشيخ مبعوث أممي خاص في اليمن، الحكومة الشرعية كيف ترى هذه الفترة التي قضاها ولد الشيخ في رأس الأمم المتحدة بخصوص اليمن، الملف في اليمن؟ طبعا الأمم المتحدة هي أساس وجودها أنها تسعى للتوسط في حل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية والودية، ولاحظنا يعني أو عايشنا خلال فترة وجود المبعوث الأممي كثير من الخطط التي تقدم بها والمقترحات، منها ما كان مقبول لدى الشرعية ومنها ما تم رفضه كخارطة الطريق التي تقدم بها قبل عام وإسماعيل ولد الشيخ، ورفضت شعبيا ورسميا، ثم حسم الأمر بالاتفاق على المرجعيات الثلاث، لكن في كل مرة كان الحوثيون ابتداء من جنيف وحتى وصولا إلى الكويت يرفضون كل الحلول السياسية، حتى إذا كان قد يعني كان يتم التوافق معهم حتى على نقطة واحدة صباحا ثم ينقضونها مساء، بدليل أنهم جماعة لا تؤمن بعهد ولا بميثاق ولا تحترم أي اتفاقات يتم التوصل لها. طيب فيما يتعلق بولد الشيخ دكتور فيصل، ألستم يعني وحتى كذلك للقرارات الأممية الأخيرة، ألستم قلقين من أن هناك توصيف دائم لما يحدث في اليمن على أنه بين أطراف حرب وليس ما بين شرعية وانقلاب؟ هذا الأمر ألا يشكل لكم نوع من القلق في الحكومة الشرعية؟ لا طبعا، نحن نتلقى تأكيدات من المنظمة الدولية ومن كل يعني من رعاة العملية السياسية في اليمن أن التعامل مع الانقلابيين لا يمنع ليس يعني كجزء من المشكلة وليس على قدم المساواة مع الحكومة الشرعية، بدليل أنه المرجعية الثلاث وفي مقدمتها قرار الأمم المتحدة الذي نص بوضوح 22/16 الذي نص بوضوح على إنهاء الانقلاب وتصفية كل ما العبث الذي قام به الانقلابيون. طيب الآن هناك ربما أحاديث كثيرة على أن إسماعيل ولد الشيخ في نهاية المطاف لم يتطرق، يعني في نهاية آخر إحاطة له لم يتطرق إلى أن الوضع في كثير من المحافظات في اليمن حتى التي تقع تحت سلطة الشرعية أو يعلن ذلك على الأقل هو قلق في نهاية المطاف، وهناك ربما تشكيلات تقوض كما قال تقرير لجنة الخبراء تقوض عمل الدولة في اليمن، كيف ترى هذه النقطة؟ طبعا نحن يعني الأمور واضح بالنسبة للحكومة الشرعية وللأطراف الفاعلين في الشأن اليمني أن هناك عدو وحيد هو الانقلاب الذي يعني انقلب على شرعية الدولة ودمر كل مؤسساتها، وبالتالي كل الكوارث منشأها هذا الانقلاب. فكانت إحاطة إسماعيل ولد الشيخ أشار بوضوح إلى أن الحوثيين
هم من رفضوا ويرفضون أي استجابة للحلول السلمية، لكن الحكومة الشرعية قدمت كل ما يمكن تقديمه لتسهيل الحل السياسي للمشكلة اليمنية. طيب الآن هناك مبعوث أممي جديد إلى اليمن، مارتن جريفيث بريطاني، يعتقد كثير أن جنسيته ربما تحدث فارقا أكبر بخصوص إحداث يعني اختراق للأزمة اليمنية. ما هو تقدير الحكومة الشرعية في هذا الخصوص؟ نحن متمسكين بالمرجعيات، مرجعية الحل التي أصبحت حتى هي مرجعيات أممية، يعني أي تحريك لجهود السلام في إطار هذه المرجعيات، أما خارج المرجعيات لا يمكن الحديث أو التجاوب مع أي مساعي بغض النظر عن جنسية المبعوث كان عربيا أو أوروبيا. أشكرك دكتور فيصل عواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك دكتور، إذن هذه النقطة، نقطة الحديث عن مبعوث أممي جديد، سأريد التحديث عليها لأن تحدثنا مع دكتور فيصل عواضي كآخر سؤال. هل يمكن أن يحدث فارق كون الأوضاع السياسية تحتاج لمثل هكذا تحرك أو حلحلة؟ شوف، المبعوث الجديد سيتم أخذ كل ما يسمى بتراكم ما تم إنجازه خلال كل الفترات، وهناك توصيات سيقدمها يعني غير معلنة إسماعيل ولد الشيخ للمبعوث الجديد. تصوره واضح، هو يقول أنه وضع أن الحوثيين رفضوا، طبعا لأنه انطلق من كما قلت يعني لم تكن هناك ضغوط واضحة على الحوثيين من قبل المجتمع الدولي، وكان هناك تواطؤ خليجي لأنهم مشغولين بترتيب الوضع في الجنوب وبإضعاف السلطة الشرعية. أقول إضعاف، نحن لا نتحدث عن مؤامرة، يعني إضعاف السلطة الشرعية بحيث أنه يتم بعد ذلك إيجاد تسوية، هذه التسوية تقوم على مخرجات جديدة. ما أود القول له الآن، الحديث عن مخرجات الحوار وعن المرجعيات الدولية، هذا لدينا سلطة شرعية لديها مرجعيات دولية، لكن الحديث من يسيطر على الواقع؟ أنت عندما إلى أي مدى هذا يشكل يعني خلقا؟ نحن الآن في مرحلة يعني الحديث عن مرجعيات الثلاث، أنا لا أحبط لكن دعنا نناقش بموضوعية، الحديث عن مرجعيات الثلاث، الحديث عن مخرجات الحوار الوطني، الحديث عن أن سيتم نحن نستند إلى المرجعيات، هذا كلام لا يمكن أن يتحقق إذا استمرت السلطة الشرعية بوجودها. طيب ما الذي يمكن أن يحدث دكتور؟ باعتبار أن هناك دوما يعني حتى في قرار مجلس الأمن الأخير هناك تأكيد على وحدة اليمن، وكذلك هناك تأكيد على القرارات والمرجعيات. عندما يكون هنالك واقع جديد في المناطق الجنوبية وانتفاضات مفتعلة أو حتى تعبر عن مزاج شعبي نظرا لغياب الدولة، القصدي الذي هناك طرف عمل على إيجاد ما يسمى رفض شعبي للحكومة ونوع أنه هذه فاشلة، الحكومة غير موجودة غير قادرة، وبالتالي يبحث عن مخرج. وبالتالي هنا عندما يوجد هنا فاعل جديد، الحوثيين الآن لن يقبلوا لأنهم الآن هم يعلموا أن هناك سلطة شرعية أصبحت يعني غير موجودة فقط إلا في المرجعيات، هناك لاعب جديد مدعوم من قبل دول التحالف العربي، وهناك يعني قوات أمنية وعسكرية موجودة في المناطق الجنوبية ضد الشرعية، وبالتالي هنا هو الآن طموحه أكبر لأنه الآن أزاح حليفه، أصبح يطمح بالعودة الكاملة إلى حكم ما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية تحت مسمى الجمهورية الإسلامية اليمنية، وهو الآن مسيطر عسكريا، مسيطر على الدولة، هناك غض، هناك قبول إقليمي فيهم نظرا للموقف من جماعة الإسلام السياسي السنية. نعم، هذا كله يلعب دور. لكن هي الفكرة دكتور، القصد أن هناك الآن التأكيد على وحدة اليمن، يعني أقصى ما يمكن ويطالب به الآن ما يسمى بالمجلس الانتقالي هو تمثيل من هم في الأماكن الجنوبية، وبالتالي أقصى حديث يعني يمكن أن يصلوا إليه أنه ربما الحديث على دولة أخرى أو مشروع دولتين أو ما شابه. لكن في إطار التأكيد على الوحدة، بطبيعة الحال سيكون أي وفد تفاوضي بالنسبة للحكومة الشرعية وفد
يؤكد على وحدة الأراضي اليمنية. أين الخوف إذن؟ هناك مجلس انتقالي مدعوم من أحد الدول التي يعتمد عليها السلطة الشرعية كحليف في معركة لاستعادة السلطة. هذا الحليف يلعب ضد السلطة الشرعية ويقوضها، هذا شيء مفروغ منه. بالتالي عندما يوجد لهذا الطرف لجنة وطنية وأن تتركها هذه اللجنة الوطنية، مجلس سياسي، هذه اللجنة الوطنية مهمتها التشريع، عندما يكون له ذراع عسكري وذراع أمني وتمويل مالي، يعني هو في لحظة ما سيعلن الانتفاضة ليس في عدن كما حدث في يناير وأوقفت، سيعلن الانتفاضة كما حدث في شبوة عندما منع الوزير، سيحدث في حضرموت، سيحدث في أماكن أخرى. هو كاد أن يحدث في عدن لكن أفشلت المحاولة يعني الانقلابية في نهاية المطاف. في المستقبل حيكون هناك انتفاضة شاملة، هناك سلطة شرعية غير قادرة على حتى زيارة المواقع، بالتالي هناك واقع جديد، الواقع الجديد هذا يفرض شروط جديدة، وبالتالي الرئيس الجمهورية عندما يتسلح بهذه المرجعيات ويظل في الرياض، يعني وهو يدرك ولدينا معلومات أنه منع من العودة اليمن، وهو يدرك أنه في وضعية اقتصادية صعبة وهناك منع لتشغيل الموانئ وتشغيل المطارات ويعني تفعيل الموارد المالية للدولة، ربما تفعيل الموارد المالية من خلال الغاز والبترول إلى آخره، أنت تصبح هنا غير قادر على الفعل. اثنين، أين الرئيس في حركة إلى مجلس الأمن، إلى الدول دائمة العضوية، إلى التحرك الأوروبي، لنقل القضية اليمنية للخارج، إلى الخروج من عباءة دول التحالف العربي، إلى الدخول في صفقات؟ ليش يجعل الإمارات هي التي تقوم بالصفقات مع الغرب؟ لماذا لا يقوم بالصفقات رئيس الجمهورية المستقبلية عندما قصفت أثناء الكويت، عندما تم تدمير بعض البنية التحتية، تم التوقيع على إعادة بناء بعض المشاريع قبل ما أن تقصف، تم التوقيع على إعادة بنائها قبل قصفها، بمعنى أن هناك حدث أثناء تحرير الكويت مثلا، الغرب يبحث عن مصالحه، وبالتالي أنت معك ميناء عدن، مطار عدن، لماذا تفتح صفقات؟ هناك كثير من الخليجيين طرحوا، أنا عجبت الفكرة أنه يفتح استثمارات، يعني يعطي استثمارات ندية وغير انتهازية مع الدول الكبرى، يفتح آفاق، لا يجعلنا يجعل البلد تحت رحمة الإمارات في الاستيلاء على ميناء عدن في شروط غير شرعية غير منصفة. بالتالي بقاؤه في الرياض على هذه الشاكلة، حتى لو كان مسلح بقرار مجلس أمن بأن الحوثيين انقلاب، ما الذي ستفعله وأنت جيش، يعني أنت في مارب والجوف قطعة جغرافية تعز قطعة محاصرة، عدن لا تستطيع العودة لها، وزرائك لا يتحركون في المحافظات. مارب أصبحت صحيح أنها قطعة عسكرية، وحاولوا فصل، يعني هناك كان جناح قبلي، حاولوا خلق تمويل له، تعويض الدولة من حيث التمويل والحماية من الباتريوت للصواريخ الحوثيين، هذا يجعل هناك تبعية جبرية أو طوعية لطرف يوفر لك الحماية والمال. أنت تركت هذا، تركت الجيش مرتباته، تركت الحماية لهذه المنطقة لهم، تركت مدينة تعز الحامل الجماهيري محاصر، كان يمكن يكون لك هذا إقليم الجند برمته خلفك، تستطيع أن تناور، تعود له، تفاوض، لكن هذا البقاء خارج الجغرافية مهما تسلحت. أطروحات ولد الشيخ تقول حتى على مستوى الفساد، يقول أن كل أطراف استفادت من هذا، استفادت من بيع السلاح. طيب سنعود إلى هذه النقطة، وأيضا لربما سأسألك على مقارنة ما بين ولد الشيخ ومن سبقه جمال بن عمر، لكن قبل ذلك نذهب والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، تفضلوا بالمقام. Thank you.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. دكتور، الإحاطة الأخيرة لولد الشيخ سبقها أمران ربما مهمان، تقرير لجنة الخبراء وما تلا تقرير لجنة الخبراء، التصويت الروسي أو أول فيتو روسي على قرار بشأن اليمن، مشروع قرار بريطاني، ثم تصويت إيجابي من قبل أعضاء مجلس الأمن للقرار 2000 الذي عرف لاحقا ب 2402. كيف تابعت كل هذه الأمور وما كانت علاقتها بإحاطة ولد الشيخ الأخيرة؟ اجتماع مجلس الأمن الأخير يبدو لي أنه له علاقة بالسعودية وبريطانيا وأمريكا لمصالح استراتيجية، لأنه تحدث عن الفقرة 14 من قرار 2016 المتعلق بتمويل إيران للحوثيين بالأسلحة التي تقصف الرياض، لا علاقة له يعني بأن هناك انقلاب. بالتالي كان والموضوع هنا صراع بين حول كيفية بقاء الاتفاقية الموقعة بين أوروبا وأمريكا وإيران أو تعديلها، ويدخل هذا في إطار أيضا يعني إرضاء الجانب السعودي في التسليح لمواجهة إيران، في إيقاف الاعتداء على الرياض. وبالتالي ستلاحظ التركيز على ثلاث أنواع من الأسلحة: البالستية المتوسطة وبعيدة المدى والسيارية. وبالتالي إحنا عندما ننظر نفتكر المسألة متعلقة باليمن، كانت المسألة متعلقة بالمملكة العربية السعودية وبصراع أوروبي أمريكي روسي. طيب في نهاية المطاف من انتصر؟ أعتقد أن اللي انتصر الآن هناك عنصر سأتحدث عنه، لكن قبل ما آتي إلى ذلك قبل في فكرة أساسية عندي. الفكرة الأساسية أنه تخرجتنا من الإطار. الفكرة الأساسية الآن هذا الاجتماع جاء ليتحدث عن هذا الجانب. تقرير الخبراء لم يتضمن معيقين جدد، لم يتضمن هو تطرق يعني تقرير الخبراء تطرق لمن يقوض عمل الدولة في تحدث عن في المحافظات وكذلك. خطير التقرير، يقول يتحدث عن دويلات عدم حسم، هذا خطير التقرير، خطير ويضاع يعني وينصب مع ولد الشيخ عندما يقول أنه ليس هناك طرف من هذه الأطراف قادر على حسم المعركة عسكريا، وهنا يتحدث عن مساواة بين جميع الأطراف، سلطة شرعية ولا حوثيين لغيره. هناك إضعاف للدولة في المناطق الجنوبية، وهذا يتنافى مع تدخل دول التحالف. اثنين، هناك معيق للدولة اللي هم المجلس الانتقالي الجنوبي والمجلس والميليشيات اللي ذكرها هو أن تقرير لجنة الخبراء تحدث عن وجود كيانات تقوض الدولة وتعمل بالوكالة. إذن الذي انتصر الآن المجتمع الدولي لديه مصالح استراتيجية. الآن قرار تمديد العقوبات وفقا للقرار الصدر عام 2014 ينبغي أن يضم له معيقين جدد إلى جانب الحوثيين، يتمثل بالنخب إذا كان استمرت النخب الحضرمية والنخب الشبوانية أي ميليشيات تعمل خارج إطار الدولة خارج إطار يعني وتعوق كيانات عملها. المجلس السياسي الجنوبي إذا استمر، إذا أراد أن يتحول إلى فاعل أساسي عليه أن يتحول إلى مجلس إلى تجمع سياسي، حزب سياسي، تجمع له مطالب سياسية وفقا للدستور وفقا للقنوات المتعارف عليها، وإذا كان استمر بتشكيل لجنة وطنية بالتالي هذا معيق، وبالتالي هناك تجديد للعقوبات وعلى السلطة الشرعية أن تدرج حتى أسماء هاني بن بريك أو عيدروس أو حتى الكيان برمته إذا لم ينصاع إلى ذلك. علينا أن نكون واضحين، هناك الآن نقطة بس هي كلها يعني شديدة للغاية، هو كيف يمكن التعامل مع دول التحالف العربي كحليف وهي أيضا تعيق عملية استعادة السلطة. طيب دعني أشرك معنا في هذه النقاط جميعا دكتور محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك دكتور. يا مرحبا، أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير والسلام عليكم. حياكم الله دكتور. إذا أنت كنت من أحد أعضاء وفدة الحكومة التفاوضي، وفدة الشرعية التفاوضي دكتور، وعملت عن قرب مع إسماعيل ولد الشيخ. إسماعيل ولد الشيخ انتهت ولايته الآن، كيف تقيم المرحلة بشكل عام؟ تحية لك وللأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان ولجميع المشاهدين لهذه القناة. بالحقيقة يعني كلمة ولد الشيخ التي ألقاها وهو يغادر مهمته إلى اليمن، أعتقد أنه قال ما يمليه عليه ضميره في هذه اللحظة التاريخية، وبيّن بما لا لبس فيه أن
القوى الحوثية الانقلابية ليست صادقة إطلاقا في البحث عن السلام، وهذا لا شك له دلالات كثيرة. أولا هي إضاءة للمبعوث الأممي الذي سيخلفه، واختصار المسافات التي لا ينبغي أن تغيب عنه، بحيث يبدأ من حيث انتهى سلفه وليس من حيث بدأ، وأعتقد أنه سيستفيد من ذلك، أو أتمنى أن يستفيد من ذلك. هي رسالة واضحة في الحقيقة إلى أن الجهة المسؤولة عن معاناة الشعب، عن يعني الكارثة الإنسانية، هي الجهة الانقلابية التي أفشلت كل مساعي السلام وتعنتت في مواقفها، وقد شاهدنا ذلك ورأيناه في الكويت، وحضرنا لحظة بلحظة تلك المواقف التي كانوا يتعنتون فيها. فهي شهادة على أنهم أيضا ليس لديهم مشروع وطني، هم دمى فقط تحركها آيات الخارجية فارسية إيرانية، لا هم لهم إلا الفوضى وتغذية الصراعات، ولذلك سماهم باسمهم ولم يسمهم كما كان يسميهم من قبل أنصار الله كما يريدونهم هذه التسمية، وإنما قال الحوثيين، وأثبت أنهم لا يبالون بمصالح الشعب اليمني وليسوا مستعدين للحل، وأنه لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد، بل حتى أشار إلى نعراتهم وأنهم يعني يحيون هذه النعرات، هم يعني طائفة منبتة عن مصالح وعن هوية الشعب اليمني. بالحقيقة هو فضحهم ولم يبقي ولم يذر، بين عوارهم، تحدث عن تجنيدهم للأطفال وهذه العملية المنهجة والاعتداء على حق الطفولة، تحدث عن انتهاكهم حتى لحقوق المرأة والقمع الذي يمارسونه، وتحدث عن الضرائب والمكوس والأموال والجمارك التي يعني يفرضونها على الناس ويزيدون معاناتهم، يعني أشار إلى يعني. وهناك نقطة أخرى تحدث عليها وهي مهمة ربما كثيرا دكتور، أن هناك من جميع الأطراف كما يقول من يستفيد من إطالة زمن الحرب اقتصاديا أيضا، هذه النقطة كيف تتابعونها أنتم في يعني كأعضاء للوفد التفاوضي وكمستشار لرئيس الجمهورية؟ نعم، نحن هناك لا شك يعني أطراف أو هناك جهات أو أفراد قد يستفيدون من هذه المعاناة، لكن نحن نتحدث عن الطرف الأول المستفيد من هذه المعاناة، الطرف الذي لا يعبأ بالدماء، الطرف الذي أحدث هذه الفوضى وتسبب بها، بعد ذلك جاءت يعني على الطريق وجاء ولحق ذلك أناس يعني تقلدوهم وحاولوا أن يفعلوا كما فعل أولئك، يتجهوا إلى الملشنة، يتجهوا إلى يعني الانقلاب على الشرعية بصور أو بأخرى، لكن الإثم أو يتحمل التبعة الذي سلنا للناس هذه الفوضى وشرع لهم هذا العمل العدواني، ولا شك أن هناك أيضا من يريد أن يتأسى بهم لأنه وجد أن المسألة يمكن أن تستمر بهذه الفوضى. طيب دكتور، يعني الآن وأنا أنقل من أحد المصادر الإعلامية التي كانت متواجدة عند مؤتمر ولد الشيخ الذي أعقب ربما إحاطته، تحدث يعني كان السؤال يتحدث حول ممارسات بعض الوحدات العسكرية المحسوبة على الشرعية، الحزام الأمني والنخبة الشبوانية. يقول المصدر: قال ولد الشيخ: يجب أن نذكر الجميع بأن الأولوية الآن هي لإنهاء الحرب التي أصبحت كارثة على المدنيين وخطورة على وحدة اليمن، وبعدها يمكن التطرق للقضايا الأخرى كمسألة الجنوب. هذا الاستمرار في الحديث فقط عن الإشكالية الأساسية المتمثلة بالانقلاب كما تقول دكتور، ألا يمكن أن يضعنا في حال ما انتهت هذه الإشكالية أمام مشاكل أخرى ربما قد تكون تساويها بالخطورة؟ نعم بالتأكيد، احنا نتحدث، نحن نقول يجب أن يكون الجميع صادقا في التوجه إلى استعادة الدولة وإلى تقوية الشرعية، ونحن نتفهم أي مشروع أو أي مطالب سياسية لأي جهة طالما هي مطالب سياسية بعيدة عن السلاح، بعيدة عن العنف، بعيدة عن القمع، بعيدة عن السجون، بعيدة عن الترويع، هي مطالب تظل قابلة للأخذ والعطاء، وقد تناقشنا وتحاورنا في مؤتمر الحوار الوطني وكل أدلى برأيه، لكن أن يتجه البعض إلى القوة والعنف كما يفعل الحوثيون فهذه كارثة جديدة على الشعب اليمني، وهذه ستسبب للناس يعني مأساة جديدة.
يعني ماذا نقول؟ كما يقول البعض اعمل انقلاب وخذ اثنين مجانا معه كذا او ثلاثه بالمجان الى جانبه، يعني يكفينا هذا الانقلاب الذي قام به الحوثيون وما ترتب على ذلك من كوارث. لا نحتاج الى انقلابات جديده او تمردات جديده او بناء طيب مكونات دكتور وميليشيات على الساحه. دكتور، وبسؤال اخير، الى اي مدى الحكومه الشرعيه وانت احد الفاعلين والمؤثرين عليها باعتبارك مستشار رئيس الجمهوريه تدرك هذه المخاطر كلها؟ الان خالد اليماني سفير البلاد في الأمم المتحدة لم يتطرق لأي شيء باستثناء الحديث عن الانقلابيين في رده أو في يعني حديثه الذي تلا مداخلة وإحاطة ولد الشيخ الأخيرة، فقط تحدث عن اختراقات إيران والحوثيين، لم يتطرق أبدا للمشاكل الأخرى التي تواجه الشرعية في اليمن. يا أخي الكريم، الكل يدرك من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول أننا اليوم يجب أن نتوجه بكل إمكانياتنا وقواتنا وما نستطيعه إلى هزيمة الانقلاب والرئيس المشروع الذي تسبب في هذه الكوارث التي تلت. كونه لم يتكلم يعني المندوب أو كذا، هناك لكل مقام مقال، لكن هذا لا يعني أننا يعني غافلون عن ما يجري أو ما يحاك من بعض الجهات التي تريد إضعاف الشرعية. نحن نقول يجب أن نتجه إلى استعادة الدولة وكل مشاريع يعني تخل بالشرعية هي من بنيات الطريق وتخدم بطريقة مباشرة الجهة الانقلابية الأساسية في صنعاء وهم الحوثيون والمشروع الإيراني في المنطقة. إذن بكل تأكيد اليمنيون يأملون أن تكون الحكومة الشرعية لديها رؤية واضحة حول ذلك. أشكرك دكتور محمد موسى العامري مستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك دكتور، كان هناك ربما نقاط تريد التعقيب عليها. هو تحدث المستشار عن أن المندوب أو ولد الشيخ تحدث عن الحوثيين وعن نحن نعلم أنهم ليس لديهم مشروع سلام، نحن نعلم أنهم ثورة مضادة لاستعادة السلطة التي قطع معها الشعب من 62، نحن نعلم بالانتهاكات، نعلم باستيلاء على السلاح، بالسوق السوداء، بكل هذا الكلام. ولكن هؤلاء عندما يقول ليس لديهم مشروع سلام، الآن بالفعل ليس لديهم مشروع سلام، بالعكس لهم أطمع حتى بالاستيلاء على الجغرافيا كامل، لهم أطمع أن يستمروا. عندما يعني سأكمل الفكرة، عندما المندوب الجيد يأتي سيأخذ الملف وفقا للقوى في الميدان، عندما يكون يعني الحوثيين يشاهدون أن السلطة الشرعية تتآكل بفعل دول التحالف، عندما يشاهدون أن هنالك قوى أو فاعلين نان أكتورز ستيت سماها كذا جديد زيهم، هو هم نان أكتور يعني فاعل غير الدولة في المناطق الشمالية، فاعل غير الدولة في المناطق الجنوبية، هذا يدمر الدولة. بالتالي هناك فاعل غير الدولة في المناطق الشمالية، فاعل غير الدولة في المناطق الجنوبية، ومدعوم، واحد مدعوم من إيران والثاني مدعوم من الإمارات بغض طرف سعودي أو موافقة غير معلنة. بالتالي من الطبيعي جدا يرفضوا التوقيع على اتفاقية السلام، من الطبيعي جدا عندما يشاهدون هناك سلطة غير متواجدة لا في الأعلام، لا موجودة في المجتمع الدولي، غير متواجدة في الواقع، ضعيفة، تفتقر القدرة على إدارة الحياة اليومية، غائبة. انقلاب تم في عدن في يناير، يعني كان انقلاب كامل، لم نشاهد رئيس الدولة أو الحكومة. عندما تكون حكومة 3 سنوات يعني في الرياض، لو كانت موجودة في نيويورك، في الرياض، في المغرب، نشاهد حكومة تتحرك لقلنا تصبح القضية اليمنية. لكن هؤلاء سلموا كل قرارهم إلى دول التحالف وقعدوا ضيوف في الرياض وتركوا. طبيعي جدا الحوثيين يرفضون السلام، هم بطبيعتهم لا يريدون السلام، لكن لو كان هناك يشاهدون الجيش اليمني عند في نهم وفي فرضة نهم من كم سنة وهم في محل أكسر، عندما يلاحظون مدينة تعز محاصرة 3 سنوات وهنا قدرة على استعادتها، كل هذه العوامل لا تشجع على استعادة الجغرافية والسلطة. لن تدفع الحوثيين إلا إلى مزيد، وربما حتى يطمعون أكثر في أنهم يتوسعون باتجاه مناطق أخرى وباتجاه التهام السلطة برمتها. لذلك أنت أمام خلل، مهما كانت مرجعية الأمم المتحدة أو حتى ذكاء وحنكة المبعوث الجديد، هو سيتعامل مع واقع. أين هذه السلطة؟ السلطة هذه مهمتها
نقل السلطة إلى مجلس انتقالي. لمن مجلس انتقالي؟ الفاعل غير الدولة في الجنوب والفاعل غير الدولة، وهناك منطقة مناطق حساسة لن تقبل ما سيتم التسوية عليه، وستظهر جماعات تنادي بمشروع جديد وطني، هذا سيربك المشهد اليمني. من ساهم في ذلك؟ يعني لا يمكن، ليس لدي وقت طويل. من الذي ساهم بأكثر بثلاثين؟ أنا أعتقد الخلل بنيوي، وعلى رئيس الدولة إعادة العلاقة مع دول التحالف أو إنهاء دول التحالف وإقامة تحالف جديد مع السعودية لأمنها القومي وفق قواعد جديدة. ما يحدث الآن أن السلطة والدولة تغتال بواسطة الأشقاء الذي تم استدعائهم إلى الواقع اليمني. هم أوجدوا الحوثيين، وهم من دمروا شرعيتنا، وهم من لم يعدوا سلطة مهما تحدثنا بشكل واضح دون مجاملات أو دبلوماسية. المعركة قادرين أن يحسموها، ولكن هناك استراتيجيات غير تلك التي أعلنت في البيان الأول في 26 مارس 2015 مع بيان عاصفة الحزم. أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، أشكرك على تواجدك معنا في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء أسامة عادل، محمد المقبلي، ومنصور النقاش، وبقية الأفراد في الطاقم الفني، في أمان الله.